ما هي علامات الحج المقبول؟ أفيدونا بذلك جزاكم الله كل خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الحج الذي تقبله الله سبحانه وتعالى، وعلاماته كثيرة، منها أن يكون نفقة الحج من كسب حلال، لأن النفقة عليها مدار عظيم في حياة المسلم، ولا سيما في الحج. قد ورد أن الإنسان إذا حج من مال طيب أنه ينادي مناد أن حجك أن زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور. وعلى العكس، من كان حج من مال خبيث فإنه ينادى: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور، أو ما هذا معناه. فمن علامات الحج المبرور أن يكون من نفقة طيبة وكسب حلال. ومن علامات الحج المبرور أن يوفق الله الإنسان فيه لأداء مناسكه على الوجه المشروع وعلى المطلوب من غير تقصير فيها، وأن يتجنب ما نهاه الله عنه في عمل الحج، يعني يؤديه على الوجه الشرعي. ومن علامات الحج المبرور أن يرجع صاحبه أحسن حالا في دينه مما كان قبل ذلك، يعني يرجع تائبا إلى الله سبحانه وتعالى، مستقيما على طاعته، ويستمر على هذه الحالة، ويكون الحج منطلقا له إلى الخير، ومنبها له إلى تصحيح مساره في حياته. هذه من علامات الحج المبرور. نعم، بارك الله فيكم.